هو الحضور ديالي بحال اي المغاربه بحال المغاربه. جيت بحكم انني بروفيسيونيل هاد الخطره في الدومين ديالي اللي هو صناعه الرسوم المتحركه، غادي يكون واحد المجال زوين فين نتلاقى مع الناس الحريفيه في الدومين سواء مغاربه سواء على برا. وعلى الله يكون هذا الموعد، هذا يكون موعد سنوي اللي غادي يخلي للاستوديو يبداو يتنافسوا فيه وبينوا الخدمه، وسيرتو الدراري يلقاو يفهموا الخدمه كذا بحال هاد الصديق هذا، راه بان لي غادي يولي جرافيست رائع في المستقبل. خاصك تعرفي بلي حنا فاش كنا كنخدموا كانوا كيقول لنا كتخربق، زعما والديك ما كيتيقوش فيك، تبان لي بحال كتحماق، فهمتيني؟ مع الوقت ملي كيبان لهم هادشي فيه سيرتو الفلوس كتزاد واحد المنسوب ديال الثقه، وهادشي بالنسبه لسيرتو اللي جون، لانه كتلقى واحد في الباك تيرسام كذا بحال كيعتبروه هبيل، في حين انه يقدر يكون اكثر واحد يدخل فيهم العقل الى كاين عليه الطلب، الى عرف يخدم رجع داكشي ديجيتال وكيستافد اكسبلواتابل، فهمتيني؟ تكون الخدمه ديالو تستعمل فريمون، ما غاديش يجلس من الخدمه. تيبان بلي كاين ان شونج مورا المارشي، خاصك تعرفي بلي المارشي ديال الجيمين راه غادي تيكبر، راه كندوي على شحال 187 مليار ديال الدولار، راه اكثر من جي دي بي المغرب، يعني كاين لافير، يعني كتجمع ما بين جوج حوايج ما بين الثقافه والبيزنس، وجو بونس هذا هو الخلطه اللي خاصنا، اللي انا شخصيا خدام عليها هذه سنين، وجو بونس بلي الدوله فهمتها راه شيء رائع، ماشي ليا بوحدي وانما لواحد بزاف الشباب اللي عندهم الحلم انهم يكون عندهم صناعه الالعاب ولا صناعه الرسوم المتحركه. انا راه مخرج ديال الرسوم المتحركه، عندي مسلسل في القناه الاولى سميتو حكايه وعبر، عندي مسلسل في القناه الثانيه سميتو مغاربه في السماء يلا غادي تعرض، ودرت افلام ديال الرسوم المتحركه اللي دازت في مهرجانات عالميه، دونك راني خدمت يدي، خاص غير طابليت بي سي بنادم يخدم والوالدين يتفاهموا والفيبر والوالدين يتفاهموا، حيت الوالدين كتبان لهم كترسم تيبان كصحاب كتضيع فلوس، لا ما كضيعش الوقت، غيدخل فلوس صحيح. انا ما لاقيش مع مخدم خويا، شي رساله للوالدين ماشي الشباب، وقلبوا على الدراري خليهم يخدموا.